من جديد، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أكد ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت ممكن. وعقب لقائهما في العاصمة المغربية الرباط، أكد الطرفان أن تنفيذ مخرجات مصاري بوزنيغا المتعلق بالمناصب السيادية سيتم في غضون أسابيع على ألا تتعدى هذه العملية نهاية العام الجاري. لا تكون بداية العام القادم قد هلت على ليبيا إلا والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية التي يجب أن تراقبها هذه المناصب السيادية أو تعمل معها هذه المناصب السيادية موحدة في كل ليبيا، بحيث ننهي الانقسام اللي حادث في السلطة التنفيذية. بدوره، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على ضرورة استئناف الحوار من أجل عمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خريطة طريق وتشريعات واضحة. استئناف الحوار من أجل عمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خريطة طريق واضحة وتشريعات تجرى على أساس الانتخابات بالتوافق مع المجلسين. للمزيد ينضم إلينا من الرباط مراسلنا أنس رضوان. أنس، لو تضعنا في صورة هذه التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الرجلين وأيضا الجهود المغربية في هذا الإطار. نعم، هذه الاتفاقات أو ما أعلن عنه اليوم هو نتيجة لمجموعة من اللقاءات أو للقاءين عقد بين الرجلين هنا في المغرب. هذا هو اللقاء الثاني، كما تحدث عن ذلك خالد المشري، هو اللقاء الثاني الذي جمعه بعقيلة صالح هنا بالمغرب، والذي امتد لساعات متأخرة بالأمس بحسب مجموعة من المصادر التي كشفت لنا هذا الأمر. اليوم الرجلان بدأ متفقين على أن هناك توافق على إنهاء هذه الأزمة والحسم في المناصب السيادية التي إلى حدود الساعة تم الاتفاق على منصبين من أصل 7 مناصب، وتم وضع أفق نهاية هذا العام للحسم بشكل نهائي في هذه المناصب وفي مسألة تشكيل السلطة التنفيذية، وأيضا مسألة الحسم في القوانين المنظمة للانتخابات من أجل فتح المجال للعملية الديمقراطية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي الوضع الذي طال في ليبيا لسنوات طويلة. اليوم كانت هناك مجموعة من الإشارات في لقاء الرجلين، وهو أنهما أتيا إلى وزارة الخارجية المغربية في سيارة واحدة، وذلك ما اعتبره مجموعة من المحللين نهاية لمجموعة من التوترات أو الخلافات التي كانت بينهما، واللقاء الذي يعتبر تقريبا الأول من نوعه منذ أشهر للرجلين في حد ذاته هو حدث. يعني الرجلان اللذان طالما كانت هناك مفاوضات غير مباشرة بينهما ولم يحضر لقاءات مباشرة، اليوم يعني حضر بشكل شخصي معا في هذا المؤتمر الصحفي الذي احتضنته وزارة الخارجية المغربية. وهنا للإشارة، المغرب يؤكد دائما أنه يفتح أبوابه للليبيين، وأنه في نفس الوقت لا حل له للملف الليبي سوى ما يقدمه الليبيون أنفسهم، وأنه فقط مجرد يعني يفتح فضاء للتقارب بين جميع الفرقاء الليبيين دون التدخل في مجريات هذه المفاوضات أو أجندتها. أنس رضوان من الرباط، شكرا لك.